فاذكر خالقك في ايام شبابك، اذكر، خلي ربنا في عقلك وفي فكرك وفي مشاعرك باستمرار، وحط ربنا وفكر ربنا في قلبك وفي حياتك وفي عملك من وانت صغير، في ايام شبابك، في ايام قوتك، في ايام فرحتك، في ايام متعتك. اوعى تفرح بعيد عن ربنا، لانك لو فرحت بعيد عن ربنا الفرح بتاعك ده مش هيدوم. لكن اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنين، ايام الشر، وتجيء السنين وتقول ليس لي فيها سرور او تنعم. افتكر ربنا في صحتك وفي جسدك وفي نفسك وفي مشاعرك. قدم لربنا السجود، قدم لربنا العباد، قدم لربنا الصلوات، قدم لربنا التركيز والتأمل فيه قبل ما تكبر وتعجز ويبقى تيجي نفسك تعمل مطانية ومش قادر تثني ركبك قدام ربنا. قدموا لربنا عبادة ومطانيات في الوقت اللي فيكوا صحة انكوا تسجدوا قدام ربنا وتصلوا له. اوعى تفكر في ربنا وانت لسه فكرك راقي وصافي قبل ما تفقد قواك العقلية نتيجة الشيخوخة وما تقدرش تركز. احفظ مزامير وانت عندك قدرة على الحفظ والاستيعاب قبل ما تعجز وما يبقاش عندك قدرة انك تفتكر ولا كلمة. اذكر خالقك في ايام شبابك، اديله الاكرام واديله المحبة واديله الخضوع والطاعة، لان ربنا يستحق ما هو افضل في حياة الانسان. عشان كده اذكره باستمرار، خلي ذهنك مرتبط بيه. ما تديش لربنا بقايا حياتك او الفضلات اللي موجودة في حياتك، لكن اديله افضل ما عندك. ما تقولش لما يتبقاله وقت ولما يتبقاله فلوس ولما يتبقاله مشاعر نبقى نديله، لكن ادي لربنا باكورة صحتك واوقاتك ومالك، لان هو يستحق هذا. عشان كده افتكره باستمرار قبل ما يضعف الجسد وقبل ما يضعف العقل. افتكر ربنا، وقبل ما يبتدي الضمير يتعذب، يجي الانسان كده في نهاية حياته لما يكبر ويشيخ ويبتدي يفتكر تقصيراته وتعدياته وخطاياه وقد ايه ان هو ضيع العمر وضيع فرصة من غير ما يستفيد بيها، ويبتدي يتقل ضميره ويبتدي يتعذب من هذا الضمير لانه ما افتكرش خالقه في ايام شبابه وهو على وشك انه يقابل هذا الخالق. فاذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي ايام الشر. وهنا بيشبه ايام الشيخوخة بايام الشر، ايام الضعف وايام العجز، ويسميها ايام البلايا والمصايب. تدي التجارب والامراض والضعفات، او تجي السنون التي تقول ليس لي فيها سرور، او يجي الوقت اللي الانسان فيه بقى يتمنى الموت يقول مش لاقي حاجة حلوة في حياتي. قد يشيخ الانسان مبكرا ويصل الى هذه الحالة قبل ما يوصل اي سن الشيخوخة. ممكن يبقى فيه شيخوخة روحية مبكرة، العبارة اللي الناس بتقولها عايز اموت، موتي خير من حياتي، مش عايز اموت لانها تشتهي الانطلاق وتكون مع المسيح، لكن عايز اموت لانها قرفانة وتعبت من حياتها سنين ليس لي فيها تنعم، مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يحقق حاجة، كل حياته بالتعب. قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم تتغير طبيعة الكون وطبيعة الانسان، حاجات المضيئة تظلم والمصباح ينطفي لانه خلص، وترجع السحب بعد المطر، المطر ينزل ويغرق الدنيا
لكن المية تتبخر وترجع لمكانها تاني فوق في السماء. انسان نزل وعاش على الارض لكن هيتبخر، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل ويرجع سحاب تاني. في يوم يتذعذع فيه حفظة البيت، حفظة البيت اللي هي الايدين اللي الانسان بيحامي بيها عن بيته. لما الايدين تضعف وتترعش ومبقاش الانسان عنده قوة انه يحامي عن بيته، وتتلوى رجال القوة ورجليه اللي بتديله قوة تبقى مرخية ومش قادر يقف على رجليه، وتبطل الطواحين، طواحين اللي هي الاضراس السنان، سنانه بتقع وما بتشتغلش ومش قادر الانسان حتى انه ياكل وياخد حياه جواه لانها قلت، وتظلم النواظير من الشبابيك، العينين تظلم ما تبقاش تشوف، لا عارف يقرا ولا عارف يشوف ولا عارف يمشي. فبيقول اذكر خالقك في ايام قوتك وصحتك الجسدية والعقلية قبل ما كل الحاجات دي تظلم وما تقدرش تقدم لربنا حاجة للأسف. راجل كبير ونفسه انه يسجد لربنا لكن مش قادر، عشان كده ادي لربنا بكورة حياتك افضل ما عندك، وتغلق الابواب في السوق. والابواب دي رمز الحواس، الحواس دي هي الابواب اللي بتدخل منها البضاعة للجسم. العينين تتقفل والودان تتقفل، تيجي تكلم واحد كبير يفضل يقول لك ايه ايه، ودانه اتقفلت مش قادر يشم، مراخيره اتقفلت، اسنانه وقعت، بقه اتقفل، يحط ايده على النار ولا يحس لانه فقد الاحساس. الابواب كلها قفلت، لا قادر يبيع ولا قادر يشتري، لا قادر يتفاعل مع المجتمع اللي حواليه ولا قادر يستقبل من المجتمع اللي حواليه. حين ينخفض صوت المطحنة مش قادر يسمع حاجة، والمطحنة دي صوتها بيبقى عالي جدا لكن رغم من علوه مش قادر يسمع. والحاجة العجيبة الاعجب، برغم انه مش قادر يسمع صوت المطحنة التقيل قوي، الا ان الصوت الخفيف بتاع العصافير يصحيه في الفجر. شوفوا التناقض، ويقوم بصوت العصفور، صوت العصفور الرؤية، مجرد عصفور يصوصو كده جنبه يصحيه برغم انه ما قدرش يسمع صوت المطحنة. تبتدي العصافير تزقزق مع الفجر، يصحوا الناس الكبار مع الفجر، ينام ثانيتين ثلاثة ويقوم على طول مش قادر ينام. التناقض الرهيب اللي موجود. فبيقول للإنسان قبل ما تخش في المرحلة ده هي ادي لربنا. اما كنتش تكرم الله في شبابك وفي قوتك وفي صحتك انت هتقدم له حاجة. لما تبقى معجز وملكش قيمة وملكش لازمة ومش لاقي حاجة تعملها تبتدي تدور على ربنا. صحيح ربنا بيقبل الكل حتى في النزع الاخير، لكن ما اجمل ان الانسان يدي ربنا من اول حياته وفي عظم حياته وفي قوة حياته الاولى. وتحط كل بنات الغناء، اذا كان الانسان بيطرب من الغناء او من الصوت الحسن يفقد الشيوخ هذه الرغبة. وايضا يخافون من العالي، الشباب ليهم يجروا يطلعوا الجبل ويتسلقوا الجبال ويتسلقوا العالي ويتسلقوا الادوار وعايزين يطلعوا ويرتفعوا فوق. لكن هات واحد راجل كبير يقول له اطلع جبل او اطلع مكان عالي يقول لك لا ما اقدرش اخاف، فقد اتزانه، لو طلع فوق شوية يقع. فبيقول له الحق واطلع في العالي وانت شاب قبل ما يجي الوقت وتخاف انك تطلع في العالي. وفي الطريق اهوال، يقول لهم انا خايف في مشاكل كتيرة، مش عارف اعدي الشارع، مش عارف اطلع الرصيف، الرصيف عالي، اهوال صعوبات. واللوذ يزهر،
اللوز ده لونه ابيض، رمز الشيب، شعره يطلع ابيض. واللوز ده نبات بيفتح ويطلع ثمر بدري في شهر يناير، ما بيستناش الربيع. فبيقول له اللوز يظهر، يعني الشيب يجي بدري بدري عن ميعاده. لما ربنا ورى ارميا قال له ماذا انت رأي ارميا؟ قال له رأي قضيب لوز. فربنا قال له انا ساهر على كلمتي لاجريها، يعني انا هنفذ الكلمه بتاعتي بدري. وانا سهران، لما واحد يقول انا سهران مش هنام الا لما اخلص الموضوع ده، فربنا بيقول للارميا ان انا هخلص الموضوع ده بدري. ويظهر اللوز والجندب يستثقل. الجندب ده اللي هو الجراد، والجراد ده حاجه خفيفه جدا ملهاش وزن، لكن بالنسبه للراجل العجوز الجندب ده يبقى ايه؟ شيء تقيل. وانتوا عارفين ان يوحنا المعمدان كان ياكل ايه؟ جراد. ليه؟ لان الجراد ده كان يعتبروه اكله خفيفه سهله الهضم جدا، عشان ما يمتليش بطنه وعشان ما يحسش بالتخمه، فكان اكله جراد وعسل بري. فتخيلوا الاكله الخفيفه اللي كان بياكلها يوحنا ده، لما يجي ياكلها الشيخ الكبير تحس انها تقيله وواقفه على قلبه، خلاص فقد كل قدره على الحياه. والشهوه تبطل، الشهوه تبطل، ما بقاش فيه رغبه. اذا كانت الشهوه هي الدافع، سواء شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة الجنسية، هي الدوافع اللي بتخلي الإنسان يعيش. فالشهوة تبطل، ما يبقاش فيه رغبة في الحياة أو دافع للحياة، لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. الإنسان رايح لبيته الأبدي، إلى القبر، المقر الأخير. لكن كان أيام سليمان القبر هو النهاية، هينزل ويهبط الى الهاوية. لكن في العهد الجديد بولس الرسول بيتكلم عن البيت الابدي الغير مصنوع بايادي، بيتكلم عن نصيبنا في ملكوت السماوات، الرؤية اللي ما كانش يقدر يتمتع بيها سليمان. والنادبون يطوفون في السوق. النادبون دول كانوا ناس بيأجروهم، بيدفعوا لهم فلوس عشان ييجوا ويعيطوا ويلطموا ويصوتوا على الميت. فلما النادبون يعرفوا ان في راجل عجوز ساكن في مكان معين، يجوا يلفوا حوالين الايه؟ البيت، مستنيين اول ما يدوهم الخبر تعالوا صوتوا عليه، يجوا مستنيين موته عشان يقبضوا. فالنادبون يطوفون في الاسواق مستنيين مين اللي عليه الدور. قبل ما ينفصم حبل الفضة، وكانوا يربطوا باستمرار السرج او اللمض اللي بينوروا بيها كوز الزيت بحبال من الفضة، فلما ينقطع الحبل يقع السراج وينكسر وايه؟ وينطفي، بمعنى انتهاء الحياة. حبل الفضة ده اتقطع، السراج وقع انطفى، الانسان انفصلت نفسه عن جسده، انتهى. وينسحق قود الذهب، بالرغم انه من ذهب لكن الدغدغ ما بقالوش قيمة، سكبت المية اللي فيه. اذا كان النور رمز للحياة، المية ايضا رمز للحياة، المية اندلقت ما بقتش موجودة، انتهت. او تنكسر الجرة اللي بيملوا بيها من البير، اتحطمت ما بقتش تجيب مية تاني على العين. او تنقطف البقرة عند البئر، والبقرة اللي بيشدوا بيها الحبل عشان يطلعوا الجردل ويملوا من البير انكسرت، ده اللي وقع جوه البئر وما بقاش يطلع مية، انتهت المية زي ما انتهى النور، بمعنى انتهاء الحياة. فيرجع الطاب الى الارض كما كان، الجسد ينحلل ويرجع للتراب. وترجع الروح الى الله الذي اعطاها، وترجع الروح الى بارئها والى خالقها. وهنا يبتدي يتكلم سليمان عن الخلود. ان كان في الاصحاح الثالث احتار
وقال محدش عارف ايه الفرق بين موت الانسان وموت البهيمة، هل روح الانسان تصعد الى العلاء او روح البهيمة تهبط الى اسفل؟ قال محدش شايف، محدش عارف، مفيش فرق ما بين موت الانسان وموت البهيمة. لكن هنا بقى ابتدى ينكشف له السر على الحقيقة، ان الانسان روحه ترجع الى الله في الخلود، وان الانسان يختلف عن الحيوان، وترجع الروح الى الله الذي اعطاها، وتتحد هنا الروح بالله الذي اوجدها. باطل الاباطيل قال الجامع الكل باطل، ويرجع بنفس الكلمة اللي ابتدى بيها السفر، ان كل ما هو تحت الارض باطل لا يدوم، بل الكل قابل للزوال وللانتهاء. بقى ان الجامع كان حكيما، لكن بيقول اخر كلمة ان الجامع اللي هو بيتكلم عن نفسه كان حكيما، وايضا علم الشعب علما ووذن وبحث واتقن امثالا كثيرة. انه الكلام اللي بيقوله ده نتيجة خبرة وبحث ودراسة، انه قاعد يدور على سر الخير. ما هو سر الخير لبني الادم زي ما سأل في الاصحاح الثاني؟ فده بيقول ده خبرة بحثه ودراسته وتجربته. الجامع طلب ان يجد كلمات مسرة مكتوبة، عايز يوصل لمصدر الفرح والسرور، وانه يقول للناس عن طريق الفرح ويسجل هذا الكلام بكلام مكتوب. مكتوبة بالاستقامة كلمات حق، كلام الحكماء كالمناسيس، وكلمة الحق باستمرار زي المنساس اللي بينخص بيه البقر والطور. المنساس مؤلم، بينغص فيعدل اتجاه، اما يكون الحيوان عايز يمشي يمين بينما قائده عايز يمشي شمال يروح حاطط له المنخاس في جنبه اليمين. المنساس عشان ما يعاندش ويعدل من اتجاهه. في كلمة الحق او كلمة ربنا قد تؤلم في وقت من الاوقات، قد تبكت توبخ، لكن بالرغم انها تؤلم الا انها كلمة حق عشان تصحح الاتجاه وعشان تصحح الطريق للانسان. فبيقول كلام الحكماء كالمناسيس وكأودات منغرزة. الوتد ده وظيفته انه يثبت الشيء او يعلقه فيه بحاجة، فعشان كده كلمة ربنا عشان تثبتنا او ان احنا نتعلق بيها فننال النجاة. وكأوتاد منخرذة وارباب الجماعات قد اعطيت، القيادات والرؤساء اعطيت عشان تثبت وعشان تعين وعشان تساعد وعشان تصحح الطريق. وعطيت ارباب الجماعات دي من راعي واحد، وهذا الراعي هو الله. فكان زمان اللي بيقود الملك والكاهن والنبي، والثلاثة دول اعطيوا من الله لكي ما يقودوا الناس، لكي ما يوصلوهم الى طريق الحق. وبقى فمن هذا يا ابني تحذر، خد بالك لعمل كتب كثيرة لا نهاية لها. الكتب موجودة حتى من ايام سليمان بكثرة، لكن الكتب ما بتحلش المشاكل. مشكلة الانسان وكيان الانسان وهو وجد ليه وعايش ليه وايه مصيره، مش الكتب اللي هتحلها، ولا الكتب هتنفع، ولا الكتب تقدر تسدد اسئلة الانسان واحتياجات الانسان. والدرس الكثير يتعب الجسد. الكتب اللي يقعد يقراها كل اللي هيحصل عليه في الاخر انه جسده هيتعب ومش هيستفيد حاجة. مش معنى كده انه بينفي اهمية الكتب، لكن عايز يقول ان سر الوجود وسر الحياة مش هتلاقيه في الورقة او القلم، لكن هتلاقيه في الاختبار، في العيشة اللي انت بتعيشها، في العلاقة اللي انت بتعملها بربنا، مش في الفلسفة والعلم والمنطق. فلنسمع ختام الامر كله
وهنا حتى مش بيقول فاسمعوا ختام الامر، لا ده بيجمع ان انا اول واحد كمان هسمع هذا الكلام. ختام الامر كله يعني اهم ما في الموضوع وكل الموضوع، عشان تعرف معنى وجودك ومعنى حياتك وتقدر تتمتع بوجودك وحياتك. اتق الله، خلي بينك وبين الله علاقة، علاقة تقوى، علاقة حقيقية، واحفظ كلمة ربنا ووصاياه، لان هذا هو الانسان كله. الانسان كله لانه وجد من الله، ما يقدرش يعيش من غير الله. ووصية ربنا هي الكتالوج، طريقة التشغيل بتاعت الانسان، اللي لو الانسان عاشها ونفذها يقدر يعيش مبسوط ومرتاح، ويعرف ويتمتع بمعنى وجوده ويفرح بحياته. هو ده كيان الانسان كله. خلي بينك وبين ربنا علاقة قوية حقيقية، ونفذ كلمة ربنا تقدر تعيش فرحان ومبسوط، لان الله يحضر كل عمل الى الدينونة. ده المبدأ اللي تعيش بيه، ان كل عمل بتعمله ربنا هيحطه تحت الحكم، سواء كان خير او شر، سواء كان خفي او ظاهر. كل عمل الى الدينونة، كل خفي ان كان خيرا او شرا. وهنا بيقول لنا ان الانسان يتمتع بحياته ويفرح بيها، لكن عارف ان كل الاعمال بتاعته ستوضع تحت الفحص وتحت الدينونة. ما تقومش كلمة ربنا اللي زي المنساس، لان كلمة الله لا تقاوم. لو قومتها مش الكلمة هي اللي هتهان، انت اللي هتتعب. لو الحيوان قاوم المنساس ورفض المنساس وخبط في المنساس، مش المنساس اللي هيتعوج، الحيوان هو اللي هيتألم. عشان كده اتق الله واحفظ وصاياه، ما تقاومش كلمة الله. اذا ضاعت الحياة وضاع الهدف من الحياة ومن الوجود، ومعرفش الانسان هو عايش ليه، فده لانه معرفش قيمتها، لانه مرتبطش باللي اوجد هذه الحياة، عشان كده معرفش يستخدمها، معرفش يفرح بالرب وفي الرب اللي اعطاله تلك الحياة. لكن عشان يقدر يجد معنى لحياته، فينبغي انه يكون لي علاقة بربنا، وعلاقة نامية تملي في ربنا. المسيح كان نموذج للانسان اللي عرف معنى حياته، كان نموذج اتكلم عن كل انسان ينبغي انه يكون زيه، في العبارة اللي قالها: اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. ادي العلاقة اللي ما بين الانسان وبين الله، علاقة حب، وزي ما بيوصيني ابويا افعل. اتق الله واحفظ وصاياه، هذا هو ختام الامر كله، وهذا هو قوة الحياة كلها ومعنى الحياة كلها. عشان كده اعرف ربنا واقبل عطيته والامكانيات اللي ادها لك، وافرح بيها واتمتع بيها، لكن وانت مرتبط بيه وانت ثابت فيه، لان الله سيحضر كل عمل للدينونة. بكده قدرنا نشوف معنى الحياة ومعنى الوجود. والسؤال اللي باستمرار الانسان بيسأله: انا اتخلقت ليه وموجود ليه وعايش ليه؟ ده بيحدثنا عنه سليمان في سفر الجامعة من اوله لاخره، ازاي الانسان يبقى عنده فن التمتع بالحياة، يعيش كويس ويموت كويس، فيقدر يبقى ليه معنى لوجوده ومعنى لكيانه. ولربنا المجد دائما ابديا امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الجامعة الاصحاح 12 من عدد 9. بقي ان الجامعة كان حكيما، وايضا علم الشعب علما، ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرة،
الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق، كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغربة، أرباب الجامعات قد أعطيت من راع واحد. وبقى فمن هذا يا ابني تحذر، لعمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد. فلنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا، مجدا للثالوث الأقدس. في ختام سفر الجامعة بيلخص كل الكلام اللي قاله في معنى الحياة وعن قيمة الحياة الحقيقية، وبيقول بعد ما اتكلم عن كل التفاصيل أو عن أغلب اتجاهات الحياة اللي الإنسان بيعيشها، بيقول بقي أن الجامعة كان حكيما. يعني عايز يقول أن لكم هذا الكلام، وسمى نفسه بالجامعة لأنه جمع كل شيء في اختباراته وفي معرفته. بيقول أنه كان حكيما، وخذوا الكلام اللي قاله ده بنوع من الحكمة، لأنه علم بعد ما وزن وأتقن وبحث وعرف أمثالا كثيرة. إن الكلام اللي قاله ده نتيجة اختبار لأمور هو وزنها، بمعنى إنه قيمها وشاف تقلها قد إيه، هل هي من القيمة اللي ترفع الإنسان أو من القيمة اللي بتهبط في الإنسان. وبحث عن معنى السعادة، وبحث عن معنى الحياة وعن قيمة الحياة، ويقول انه مش بس وزن وبحث، ولكنه كمان ايه، اتقن، قدر يوصل لسر الاتقان، او زي ما بيقولوا لسر الصنعة، لسر فن الحياة وازاي الانسان يقدر يعيش ويتمتع بحياته. ويقول انه اتقن امثالا كثيرة. ويمكن الفرصة اللي هناخدها بعد ما بننهي سفر الجامعة ان احنا ندرس سفر الامثال اللي قاله سليمان. وسليمان قال حوالي 3000 مثل، 3000 مثل. والامثلة بالذات ما بتتقالش او ما بينطقش بيها الا نتيجة خبرة الحياة. فاذا كان سفر الجامعة كلمنا عن معنى الحياة وقيمة الحياة، فالامثال هتكلمنا ازاي نعيش الحياة دهية، ازاي نتحول اللي احنا بنعرفه الى فعل، الى عمل. حتى انتوا عارفين اسم الامثال بالانجليزي proverbs، verbs يعني عمل او فعل، وبرو يعني حاجة اللي قبل الفعل او الحاجة اللي تؤدي الى الفعل. فسفر الامثال جه نتيجة خبرة سليمان في الحياة المعاشة في الخطوات العملية او التنفيذية. وهو نطق بحوالي 3000 مثل، وقال ما يقرب من 1000 نشيد، ده اللي قال عنه في سفر الملوك. وبعدين يصل الى قمة الاناشيد اللي قالها في نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد. فهو اتكلم انه بيقول لنا الكلمة النهائية او الخبرة النهائية نتيجة الاختبار والاتقان والبحث: الجامعة طلب ان يجد كلمات. وهو لما جه يكتب الكلام ده كان عايز يكتبه، طلب ان يجد كلمات. طب اكتب اقول للناس ايه؟ وكان الكلمات نوعيتها اللي عايز يقولها مسرة، خبر مكتوب يفرح الناس، مكتوبة بالاستقامة، ما هيش كلمات ملتوية او كلمات غير واضحة او كلمات غامضة، ولكن كلمات مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق، كلمات صح، كلمات بر، كلمات عدل. عشان تربط ما بين السرور وما بين الاستقامة وما بين الحق من الصعب جدا.
لكن في واقع الامر ان السرور الحقيقي يجي من الحق، يجي من الصح، عمر ما السرور يجي من الغلط. ان السرور يجي من الاستقامة، مش من الاعوجاج او من الغموض او من عدم الوضوح. حتى لو كان كلام الحق زي المنافيس، بيقول كلام الحكماء كالمنافيس، والمنساس هو المنخس او المغرز اللي الفلاح بيستخدمه عشان يقود بيه الحيوان. لو الحيوان بيعاند وعايز يمشي في اتجاه ناحية اليمين، يقوم يحط له الفلاح المنخس ناحية او المغرز او المنساس ناحية اليمين فيغزه، فيضطر ان الحيوان يغير اتجاهه ويمشي ناحية الشمال في الاتجاه اللي الفلاح اللي بيقوده عايز يمشي فيه. فقد تكون كلمة ربنا زي المنساس، بتنغز، بتوجع، بتؤلم، لكن في واقع الحق او في واقع الامر ان الكلمة ربنا اللي بتوجع وبتألم هي حق، وهي مستقيمة، وهي اللي صح، والصح هو الوحيد اللي يوصلنا للمسرة. الصح هو اللي يوصلنا لحياة الفرح والسعادة. فيقول كلام الحكماء كالمناسيس. ويمكن لو تفتكروا في سفر القضاة، احد القضاة اللي صنع خلاص عظيم جدا لشعب اسرائيل كان اسمه شمجرة ابن عناه. وشمجرة ده بمنساس البقر استطاع انه يصنع خلاص لشعبه، بمنساس البقر بوسيلة ضعيفة قتل 600 من اعداء شعب الله. فكلمة ربنا اللي زي المنساس اللي بتنخص هي التي تستطيع انها تصنع خلاص عظيم، وهي التي تستطيع ان تصنع سرور عظيم في حياة الانسان. عشان كده مهما كانت كلمة ربنا بتوبخ او بتفضح او بتكشف الانسان على حقيقته، الا ان وراء الكلمة دي فرح وسرور، كلمات مسرة تقود الانسان للحياة المسرورة فعلا. او كأوتاد منغرسة، والوتد عشان يثبت الشيء، عشان يثبتوا الخيمة يتربوا لها اوتاد في الارض، وايضا الاوتاد عشان يتعلق فيها الحاجات، يتمسك فيها فتبقى شيء ثابتة. فبيقول ان كلمة ربنا مش بس زي المنساس، لكن كلمة ربنا زي الوتد تثبت الانسان ما تخليهوش يتذعذع. وكلمة ربنا اللي يتعلق بيها الانسان يجد نجاه. يقول ارفعه، تعلق بي فايه؟ فانجيه. ارفعه، اريد خلاصي. وكأوتاد منغرسة ارباب الجماعات، وارباب الجماعات هم الحكماء، هم الانبياء، هم الكهنة، هم الملوك، اللي الكلمة بتخرج منهم زي ما بيقول هي كلمة الله، لان الله عينهم لهذا الكلام. قد اعطيت من راعي واحد، لان هم بينطقوا صحيح في ارباب للجماعات، في رؤساء، لكن الكل بياخد سلطانه منين؟ من راعي واحد. عشان كده المسيح لما جه واتكلم عن نفسه وقال انا هو الراعي الصالح، الراعي المعرفة بأل، اللي مفيش غيره، الراعي الوحيد اللي منه بيستمد كل ارباب سلطان. فسليمان بيقولوا خدوا الكلمة الاخيرة نتيجة الخبرة والحياة، حتى لو كانت الكلمة تبدو انها صعبة كالمنساس، لكن تعلقوا بيها كالوتد اللي تعطي ثبات للانسان. وبقى فمن هذا يا ابني تحذر. ويمكن اللقب الاخير اللي بيتكلم بيه الجامعة للانسان ان بيقوله ان انا بكلمك كابن نتيجة حب، مش بكلمك كملك نتيجة سلطان، لكن يا ابني. احساسه بالابوة
لكل انسان بيقدم له الكلمة دي انه بيقول الكلمة بتاعته نتيجة احساس بابوة لهذا الانسان، مش نتيجة احساس سلطان كملك او كرئيس او كسيد. تحذر لعمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد. اذا كنت عايز تجد معنى للحياة وقيمة الحياة، مش هتلاقي معنى الحياة في الكتب الكثيرة، انك تقرأ وتعرف وتدرس. الكتب الكثيرة مصيرها لتعب الجسد فقط، هتتعب عينيك وتتعب عقلك وتصدع. الذي يزداد علم يزداد غم. هو مش معنى كده انه بيقول للناس ما تقروش، لكن بيقول للناس ان مش الكتب الكتيرة هي اللي هتديكم معنى الحياة، لان معنى الحياة مش يتقري، معنى الحياة في انه يتعاش. فلنسمع ختام الامر كله: يا ابني اتقي الله واحفظ وصاياه، لان هذا هو الانسان كله، لان هذا هو الانسان كله. ان قيمة الحياة اللي احنا بنحياها ومعنى الحياة، اذا كنا نريد ان نجد هذا المعنى، لا يمكن ان نجد هذا المعنى ولا نتعرف على تلك القيمة الا من خلال العلاقة بالله، الا من خلال الحياة مع الله، اللي لخصها سليمان وقال اتقي الله او اتقي الله. ومعنى التقوى هو الحياة مع الله والسير في الطريق مع الله. اذا كان بولس الرسول بيقول العبارة الجميلة اللي بتلخص الانسان كله في علاقته بربنا، يقول: لان منه وبه وله كل الاشياء. ثلاث حروف لكن في غاية الخطورة، لان هو ده معنى الحياة كلها. لان منه كل شيء جاي منين؟ من ربنا، منه. الله هو مصدر كل شيء، الله هو مصدر الانسان، وهو مصدر العالم والخليقة. منه وبه، والعالم والخليقة والانسان كائن ومستمر ومتمتع بالوجود بمين؟ بربنا. انا منه وبي كائن وله سانتهي، هرجع له. عشان كده ينبغي ان منه وبيه اذا كنت بتمتع بيهم في الحياة، لاني انا موجود منه وكائن بيه، فلازم اعمل حساب ان انا اكون كمان ايه؟ ليه. لاني لو ما بقتش ليه، ضاع المعنى بتاع الحياة وضاعت قيمة الحياة نهائيا. لو ما بقتش لربنا، لو بقيت لأي حاجة تاني غير الله، كل حاجة هتنتهي، فأنا كمان هنتهي، مش هيبقى لي قيمة ولا يبقى لي معنى. لكن لابد ان انا اكون لي منه وبيه وليه. فإذا كانت معرفة الله ومعرفة طرق الله هي الشيء الأساسي في معنى الحياة وقيمة الحياة، إن أنا أعرف ربنا وأعرف طريق ربنا وأمشي فيه وأحفظ وصاياه. فإذا كانت كلمة ربنا ومعرفة الله بتقول لنا إن الله هو اللي أوجد هذا الكون، وإن كل اللي خلقه ربنا وأوجده حسن وجميل، فينبغي اني اصدق واثق في ان كل حاجة بتحصل وكل حاجة حصلت. بل ان انا مش بس اصدق، اخد كل حاجة من ايدين ربنا. كل الامور اللي بتحصل في حياتي اخدها من ايدين ربنا واثق في صلاحه. وعلشان اصدق ربنا واصدق في ان ربنا عمل كل شيء حسن، وان ارادة ربنا بالنسبة لي باستمرار هي خير وفرح وسلام، لازم اعمل علاقة معاه. مش بس اصدق في عمل ربنا،
لكن بالأولى إن هذا التصديق والإيمان يتحول إلى علاقة بيني وبينه. اعمل علاقة بربنا، علاقة باللي منه وبيه وله، عشان فعلا في النهاية تبقى ليه. واعمل العلاقة دي من أيام شبابك، زي ما شفنا بيقول اذكر خالقك في أيام شبابك. اعمل العلاقة دي بدري بينك وبين الله، تمتع بحبه ليك وحبه أنت، كلمه وهو يكلمك، اثبت فيه وهو يثبت فيك. عيش العلاقة الحقيقية بينك وبين ربنا، مش مجرد ممارسات او شكليات او شوية طقوس او شوية افعال انت تعملها وخلاص، لكن لا، اعمل علاقة حقيقية بينك وبين الله. اذا كنت انت منه وبيه، فاعمل العلاقة بينك وبينه عشان تبقى ليه وتبقى ليه صح. وانت بتعمل العلاقة اللي بينك وبين ربنا، خدوا بالكم لاني بقول خطوات اللي احنا من خلالها نقدر نعرف معنى حياتنا ونتمتع بحياتنا. اول حاجة اعرف ربنا وصدق في وجوده وصدق في عمله انه عمله حسن. تاني حاجة اعمل علاقة بالله، وابتدي العلاقة دي بدري، ما تأجلهاش، عيش معاه وهو يعيش معاك. تالت حاجة عشان تقدر تعمل علاقة صح بينك وبين ربنا، ما تخليش العلاقة مجرد العلاقة النفعية، ان انت عايز من ربنا شوية طلبات، ان ربنا حقق لك شوية رغبات، لكن زي ما بتطلب من ربنا في نفس الوقت، بل عايز اقول بالدرجة الاولى، ابحث عن ما يسعد الله ويرضيه ويفرحه ويعمله. شوف ربنا بيفرح بايه. في الصلاة السرية اللي بيقولها ابونا قبل التناول مباشرة، يقول لربنا كده ادينا ان احنا نفعل ما يرضيك كل حين. خلينا نتحد بيك وناخد جسدك ودمك عشان نعمل اللي يرضيك، عشان نفرحك، علشان نسعدك. ابحث عن ما يسعد الله في كل ما تعمل. قبل ما تعمل اي حاجة اسأل نفسك هذا السؤال، الموضوع ده يا ترى يسعد الله ويفرح قلب الله، ولا يسبب حزن وجرح في قلب ربنا؟ واذا حطيت هذا المبدأ، لانك بتعمل علاقة مع الله وعايز تسعد ربنا، بعد كده اتمتع بكل ما في الحياة، اتمتع بكل ما في الحياة، بكل ما في الوجود، بكل ما خلقه الله. وانت بتتمتع بكل ما في الحياة، خد كل حاجة من وكل متعة من ايدين ربنا، مش من ايدين حد تاني. خد كل متعة من ايدين ربنا، مش من ايدين اشخاص، ولا من ايدين ظروف، ولا من ايدين امكانيات. فرحان بتفوقك، افرح بالتفوق ده من ايدين الله مش من ايدين حد تاني. فرحان بشريك الحياة بتاعك، افرح بيه من ايدين ربنا مش من اختيارك. فرحان بظروف وامكانيات عندك، افرح بيها من ايدين ربنا. عشان كده افرح بكل حاجة من يد الله، وما تاخدش حاجة غير من ايدين ربنا. وده اللي علمه لنا السيد المسيح في الصلاة الربانية، ان احنا كل يوم نطلب الخبز من ايديه، ما ناكلش الخبز بتاعنا من ايدين حد تاني، من ايدين الريس، ولا من ايدين المدير، ولا من ايدين الموظف. احنا ما بناكلش الا من ايدين ربنا. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. كلمنا سفر الجامعة عن ازاي تتعامل مع المادة، ازاي تتمتع بالمادة. والمادة المقصود بيها مش بس الخشب والذهب والفضة، لكن المادة تعني حاجات كتيرة. الجسد ده مادة،
المشاعر والعواطف ايضا نوع من المادة، الامكانيات من المادة. هو ازاي تتمتع بما في الجسد، بما في المشاعر والعواطف، بما في الامكانيات المادية من ذهب وفضة ومال. القانون اللي تعرف تعيش بيه، اتمتع بالمادة واستخدم المادة واستعبد المادة، لكن اوعى المادة هي اللي تستعبدك، هي اللي تتحكم فيك. انت اللي استعمل المادة، عيش بيها، لكن اوعى تكون خاضع ليها. خليها خدامة ليك، مطيعة ليك، تخدمك، لكن اوعى انت تكون خدام للمادة. اتمتع بمشاعرك وعواطفك، لكن اوعى مشاعرك وعواطفك هي اللي تتسيطر عليك وتذلك. اتمتع بالفلوس، لكن اوعى الفلوس هي اللي تسيطر على تفكيرك، استخدمها. يقولوا عبارة جميلة قوي: money is servant to utilize، الفلوس خدام للاستخدام. not a god to serve، مش اله ان انت تخدمه. الفلوس عشان انت اللي تستخدمها، تبقى خدامة ليك، تخدمك، انت تتمتع بيها مش هي تتمتع بيك. عشان كده اعرف لو انت عايز تعيش فن الحياة، انك بعد ما تاخد كل شيء من ايدين ربنا وفي كل عمل تحرص ان الله يبقى مسرور معاك، مش انت بس لوحدك اللي مسرور. تمتع بكل ما في هذا الكون من مادة. وبولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس كده، ان احنا بنشكر ربنا الذي يهبنا كل شيء. يهبنا يعني بيدينا كل شيء بغنى للتمتع. يهبنا كل شيء بغنى بفيض للتمتع، يعني ربنا عايزنا ان احنا نتمتع، لكن احنا اللي نتمتع بالشيء، مش الشيء هو اللي يذلنا ويخدعنا ويفقدنا كل شيء وسلطان او رغبة. هناك فرق كبير جدا ما بين السعادة اللي الانسان بيعتقدها او بيتصورها، وما بين السعادة اللي الانسان ياخدها من ايرين ربنا. ساعات الانسان يعتقد ان سعادته في اشياء معينة، فانه يحقق او ياخد او يحصل على اشياء معينة. مستحيل ان الانسان يلاقي سعادة خارج الله او بعيدة عن الله او من غير ايدين الله. السعادة اللي الانسان بيعتقدها خارج دايرة الله، مصيرها اللعنة ومصيرها التعب، وسرعان ما يصيبها العطب وتدبل وتهلك وتسبب مأساة للانسان. شكل السعادة الحقيقية هي الانسان اللي بياخدها من ايدين ربنا، مش اللي بياخدها من معتقداته او افكاره. والخطيئة هي الشيء الوحيد اللي بيفسد سعادة الانسان، لان الخطيئة هي اللي بتفقدني العلاقة والشركة مع الله. عشان كده بيقول: اسمع ختام الامر كله يا ابني، اتقي الله واحفظ وصاياه. ما تعملش الغلط، لان الغلط يفصلك عن الله. فرسم الطريق سليمان للمتعة في فن الحياة، ان بدون الله لا نستطيع ان احنا نتمتع بشيء. ولو ظننا ان احنا بنتمتع خارج اطار الله، فاللعنة والفساد والعطب والهلاك مصير تلك المتعة اللي احنا بنتمتعها بعيد عن ربنا. واتكلم عن فن الحياة من خلال الحاجات اللي بيعملها الانسان، انه يهدف الاستماع ويسمع كويس ويبطئ في التكلم.
لان برضك لسان الانسان هو اللي بيخلي الانسان سعيد او تعيس، لان الكلام بيعبر عما في الداخل. فاسمع ربنا كتير واسمع كلمة ربنا كتير اكتر ما تتكلم. لو بتسمع كلمة ربنا لما هتيجي تتكلم هتتكلم ايضا بكلمة ربنا، لكن لو ما بتسمعش كلمة ربنا هتيجي تتكلم هتتكلم من ذاتك، او هتتكلم كلام الناس، او هتتكلم كلام الشيطان، هتتكلم كلام الرغبات والشهوات اللي جواك. فلو ما بتسمعش كلمة ربنا مش هتقدر تتمتع صح بالحياة، لان اللي هتطلعه هيبقى ناتج شهواتك ورغباتك وانانيتك. عشان كده كل ما تسمع كلمة ربنا وتحفظها وتخبيها، كل اللي هيطلع منك هيقودك الى المتعة الحقيقية. كل الرغبات اللي هتطلع منك، كل اللي هتنطق بيه هيكون نتيجة اللي انت سمعته من ربنا. وعشان كده الحل الوحيد لكل معضلات الحياة ولكل مشاكل الحياة ولكل الحيرة اللي موجودة في الحياة ولكل الأسرار اللي موجودة في الحياة، حلها الوحيد مش في الكتب، لكن حلها في ان الانسان يتقي الله ويعرفه، وان الانسان يثبت العلاقة اللي بينه وبين ربنا باستمرار. قالها سليمان بعد سلسلة من التجارب والمواقف اللي عاشها وهو بعيد عن الله وهو مش متمتع بتلك العلاقة، فوصل الى القرار بان الحياة دي مجرد عبث، باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح. فعلا ان خارج الله كل شيء باطل وقبض الريح، والحياة دي كلها عبث وليس لها اي معنى. وفعلا خارج اطار الله تبقى الحياة زي ما بيقولوا، يخرج الانسان من ظلمة الرحم الى ظلمة القبر مارا بظلمة الحياة. يعني العملية كلها ايه؟ ظلمة. طلع من ظلمة الرحم دخل ظلمة القبر، وهو ماشي كانت الحياة كلها ظلمة. لا قدر يعرف معنى للحياة ولا طعم للحياة ولا معنى للوجود. ده خارج اطار الله. يقولوا عنه كده يولد الانسان صارخا. اول ما يتولد اول حاجة يعملها يصوت. يبقى الناس عمالة تزغرط وفرحانة ان في طفل اتولد، بينما الطفل عمال يعمل ايه؟ يصوت يعيط. يولد صارخا ويعيش مشتكيا. يعيش طول عمره يشتكي. يشتكي بيته ويشتكي اهله ويشتكي الكنيسة ويشتكي المجتمع ويشتكي الظروف ويشتكي نفسه ويشتكي جيرانه ويشتكي ربنا. مش حاجة عجباه. ويموت بلا معنى. وينتهي بلا معنى. اهو عاش له يومين بالطول بالعرض. اتبسط وزعل، فرح واتضايق، جاع وشبع، وانتهى الموضوع. يموت بلا معنى. فهو لقى ان كله بلا معنى خارج الله. الثروة، الحكمة، الشهوة، اللذة، الشهرة، الشعبية، العمل. اختبر كل الحاجات دي، وفي كل حاجة من الحاجات دي قال الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ايه هي النفع من هذه الحياة اذا كان الكل هينتهي؟ عشان كده في عبثية محاولة العيش، ان الانسان يعيش لذاته بغرض تحقيق السعادة الشخصية الانانية. لو الانسان عاش لذاته لمجرد انه يحقق سعادته الشخصية الانانية هيجد ان الحياة عبث. اذا انفصل عن الله، وايضا اذا انفصل عن الاخرين. يعني اللي بيفكر انه هيسعد نفسه بانه يحقق رغباته الانانية الشخصية من غير ما يفكر في الاخر،
مش هيقدر يصل الى السعادة ايضا. الانسان اللي بيظن ان كل ما يكوش ويحوش لنفسه ويخطف وياخد لنفسه من غير ما يعمل حساب الاخر مش هيقدر يعيش سعيد ومش هيقدر يتمتع بالسعادة الحقيقية. عشان كده بيقول لنا سفر الجامعة انك لازم تعمل حساب الاخر، وزي ما بتحرص على رغباتك وسعادتك اعمل حساب واحرص على سعادة الاخر ايضا. فدون الله الحياة بتبقى عبث وملهاش معنى، حتى لو شرب الانسان واكل منها زي ما هو عايز، تبقى سعادة سريعة العطب زي الفاكهة اللي تبوظ بسرعة. الفاكهة تطلع يومين ثلاثة منظرها جميل وحلو، لكنها ما تقدرش تحفظ لفترة. لو سابوها اسبوع ولا ثلاثة اربع ايام تضمر وتبوظ وتعفن وتعطب. هي دي السعادة اللي خارج اطار الله. وبالمجهود الشخصي وبالسعي الفردي لا تستطيع ان تحصل على السعادة الحقيقية، لان السعادة الحقيقية هي عطية من الله من ايدين ربنا للانسان. الانسان ما بياخدهاش بمجهوده او بشطارته، لكن الانسان بياخدها بعلاقته بربنا وبعلاقته بالاخر ايضا. بكده يبقى سفر الجامعة يجاوب لنا على السؤالين اللي بيحيروا الانسان باستمرار: هل للحياة من معنى؟ ده السؤال الاولاني. هل للحياة من معنى؟ والسؤال الثاني: وهل تستحق هذه الحياة ان نحياها؟ ايه معنى الحياة؟ ويا ترى الحياة دي اللي احنا عمالين نفرح يومين فيها ونزعل 10 ايام، نستريح يومين ونتعب 20 يوم، تستحق ان الانسان يعيشها؟ هل للحياة من معنى؟ وهل تستحق هذه الحياة ان نحياها؟ سؤال محدش يقدر يجاوبه، وكل واحد منا لو حاول يجاوبه هيلاقي اجابة مختلفة عن الاخر تماما. لو احنا واقفين قدام ربنا دلوقتي نصلي ونقول للربنا: هل من معنى للحياة؟ وهل هذه الحياة نستحق ان نحياها؟ الانسان اللي مش متمتع بعلاقة حقيقية بربنا سيفقد كل معنى للحياة، ويجد في نهاية حياته ان الحياة اللي عاشها دي ما كانتش تستحق انه يعيشها. زي ما قال يعقوب: ان كل ايامي رضية وتعب، لان الموت هو نهاية كل شيء. لكن الموت ده نهاية كل شيء بالنسبة للانسان اللي بعيد عن ربنا، لكن الموت بداية كل شيء بالنسبة للانسان اللي قريب من ربنا. بداية الامجاد الحقيقية. بدون الله الحياة تفقد معناها لانها تنتهي بالموت، لكن بالله يكون هناك الخلود والمجد، وتبقى فترة الحياة اللي احنا عشناها على الارض هي فترة اعدادنا وتأهلنا، فترة ضرورية جدا لكي ما نتمتع بهذا الخلود وبهذا المجد. فالانسان اللي عاش مع ربنا يعرف قيمة الحياة اللي بيعيشها دلوقتي، وقد ان الحياة دي مطلوبة وتستحق ان نحياها لكي ما نؤهل لهذا الخلود ولهذا المجد. اما الانسان اللي عاش بعيد عن ربنا، ولما اقول بعيد عن ربنا مش بمعنى انه بيعمل الخطية بس، لان ممكن انسان يبقى جوه الكنيسة وبيصوم وبيحضر الكنيسة لكن مش في علاقة مع الله، ده بيعمل شوية اعمال شوية ممارسات، يرجع في الاخر ويقول: هل من معنى للحياة؟ وهل تستحق هذه الحياة ان نحياها؟ فإذا كان سفر الجامعة كلمنا عن معنى الحياة وقيمة الحياة، يبتدي سليمان يكلمنا في سفر الأمثال ازاي بقى نعيش الحياة دهية، التطبيق العملي والسلوك المباشر في هذه الحياة.
وده اللي نبتدي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.